اليوم كان واحد الاجتماع ديال جميع النحالين، الناس اللي خدامين في القطاع ديال النحل في الجهه ديالنا، جهه سوس ماسة، وعلى اطر هذه الاشكاليه اللي مطروحه ديال اختفاء خلايا النحل اللي لاحظوه بزاف ديال الاخوان في جميع ربوع الوطن وخاصه في الجهه ديالنا، وبعد شكايات عديده ديال المنتجين وهاد النحالين ارتئينا اننا ندير واحد الاجتماع اللي تجمعوا فيه اغلبيه النحالين من التنظيمات ديالهم والفيدراليات والجمعيات والتعاونيات والنحالين بالعموم. وكانوا معنا لونسا المكتب الوطني للسلامة الصحية، وكان معنا المديرية الجهوية للفلاحة، ذكرنا في الموضوع الإخوان ديال لونسا أعطاو ما الجديد زعما في الإشكالية، أنهم داروا واحد الخلية ديال الخبراء وداروا بزاف ديال التحاليل في المنطقة، أكثر من 185 تحليلة اللي الحمد لله على حسب التحليبان بأنه ما كان شي حاجة كبيرة، شي خطر اللي كيهدد هذا، ولكن المهنيين باقين كيقولوا بأن كاين الإشكال، كاين من يقول أن كاين هناك فيروس أمراض كذا، كاين من يقول أن داك شي مرتبط بالطبيعة وبالجفاف والتقلبات المناخية، وكل واحد أشنو كيقول. اليوم حاولنا أننا نقربوا الرأي والرأي الآخر ديال الإدارة المسؤولة وديال المهنيين باش نشوفوا زعما الحلول المقترحة. بالنسبة للإدارة هما باقين شغالين، يعني ماشي حبسوا، واخا كان هاد النتائج ولكن باقين كيبحثوا، باقي الخلية ديال الخبراء خدامة. بالنسبة لوزارة الفلاحة، يعني المديرية الجهوية، عطاونا بأن قررت الحكومة دعم القطاع الصعيد الوطني بواحد 130 مليون ديال الدرهم، ودابا كنفكروا ولا كنشوفوا شنو هي الحصة ديال الجهة ديالنا في الدعم، وكيف غادي يكون هاد الدعم. بالنسبه لهم، بالنسبه للدواء اولا خصو يتعطى للجميع، يعني تود سويت دابا باش نحاولوا نحبسوا من الاطار ديال هاد الامراض وخاصه المرض ديال لافاروا. بالنسبه للدعم ديال الخلايا وداك الشيء كاين توا في نقاش، الاخوان الفلاحه كيقول لك اودي حنا ما بغيناش شي دعم ديال النحل ومن بعد يمرض لينا ويعاود يموت، الا كان شي نحل يتعطى لنا على شكل اعانات في الاستثمار، اي واحد استثمر شي حاجه يتعطاه دعم نسبي باش يتحفز القطاع ويزيد لقدام، على غرار ما وقع في مخطط المغرب الاخضر. بالنسبه للوزاره التل دابا يعني ما كاينش شي امور واضحه زعما العداد ولا شكون اللي غادي يستفاد، ولا يعني مازال ما واضحينش لي ليست. ان شاء الله نهار يكونوا اللوائح محدده ويكون الجميع متفق على اللوائح وشحال ضاع وكذا والتعويضات كيفاش غتكون، غادي نعاود نديروا لقاء اخر باش نخبروا به جميع النحالين والنحالات في المنطقه. انا كنشوف هذا الاشكال اللي كان خصو مواكبه تقنيه وعلميه. علاش؟ لان كنشوف بعض السلاسل اللي نجحه في المغرب واكبتهم الدوله علميا وتقنيا، اما باش تعطي الحال ولا تصدق عليه الصندوق ولا تعطي، انا كنشوف كانت برامج، نكون واضحين، كان برامج عند الدوله ديال 430 مليون ديال الدرهم كانت سابقا، واش عطات النتائج ديالها؟ الان النحاله سمعوا 130 مليون ديال الدرهم، كل واحد كيقول لك راه ماتوا ليا، ولكن انا كنشوف هذا الشيء خصك الدوله تمشي تقنيا وعلميا باش نجحوا هذه السلسله، لان الا كنا هذا النحال علميا وواكبنا ربما غادي يستمر وغادي يكون اجيال في المستقبل، وتكون سلسله ناجحه بحال السلاسل ديال اللي ناجحه في الفلاحه. الاحصاء ديال دابا كل واحد اللي كيقول، انا حنا دابا كنتسناو لونسا تعطينا الاحصائيات، واش كاين الاحصاء ديال النحال، شحال عدد النحال، حتى واحد ما غاديش ما يمكنش يقول لك شحال النحال عندنا في جهه تسمسة، لان كل واحد عنده النحل، كان اللي عنده 4، كان اللي عنده 100، كان اللي عنده 200، كان اللي عنده 1000، هذا ما هو النحل غير معروف شحال عندنا الضحايا ديال جهه تسمسة. فهاد الوقيته كما قلت سابقا على انه في الليالي الا كانت النسبه كنتسناو لونسا تعطينا النسبه اللي عندنا في جهه تسمسة، واش وصلنا ل 50 60% ديال الانضطار ديال هاد الخيال، كاين عندنا المشكل. الا غير 10 حتى ل 20 و25% راه عادي في الليالي، راه كيمشي الانضطار ديال النحل في الظرفيه ديالنا اللي كيكون عادي وظرفي وما كاينش حتى مشكل، ولكن الا كان نسبه كنتسناو الاداره ديالنا تعطيو لينا الاحصاءات، وحنا في الغرفه راه غادي نواكبوا هذا الملف حتى ان نعرفوا ما هي الحقيقه ديال هذه المشاكل اللي عندنا في الخيال النحل على الصعيد الوطني ليس على الجهات تسمى. وشكرا.